كيف شعور واحد يكون مليونير؟ يعني بتنصح بالموضوع ولا يعني جد؟ شوف، اجت بالاعمال شغل كان صعب كتير كتير. كان كنت ارسم خرائط جيولوجيه، كنت اعمل مواقع للابار الارتوازيه، كنت اشتغل بالحفر، يعني 18 ساعه كل يوم. يعني مينيموم شغل 18 ساعة. بعد ما حصلت أول مليون شعورك كيف؟ شعوري لا، أول كان أول 10,000 دولار كان شعوري عظيم كتير. بعدين خلص سلكت الأمور. 10,000 دولار كان إنه في عندي 10,000 دولار.